مالكش حق تلوم علي. هو بيقول انه عنده امين، ام هون ربته واهتمت فيه وحضنته، والام التانية هناك ضلت شافها بس 8 سنين، ومن وقتها ما عادش شافها. بيشتاق لها كتير بس ما نساها، غناها بكل الاغاني تبعه وصوته لعلع بكل المخيم. ما حدا ما سمع اغانيه وما حدا ما غنى موسيقته. فنان حبت بركتنا لليوم، فنان ابو العبد كعوش من ميرون. السلام عليكم. انا اخذت لك العود تبعك وقعدت اغني عليه ما عرفتش اعزف. حبيبي اقعد. تمام انا منيحه. ها بسم الله. بسم الله دايما. يا الله انا ما بعرفش اعزف على العود ولا ظابطه معي. ليه صعب؟ شو ولا ظابطه ولا شيء؟ عندي كل اسبوع بعطيك درس. بيطلع لي درس سيار سمعتوا؟ كل اسبوع بدي اجي اعمل درس. موافق؟ موافق. خلص شو حتغني لي؟ مجانا. اسمع في هاي الاغنيه انا بموت عليها تبع تل الزعتر. ايش هي؟ يما من تل الزعتر. سمعني اياها ان شاء الله. بدي هيك مقطع صغير منها قبل ما نبلش. قبل ما نبلش يما من تل الزعتر بكتب لك رساله من شادر لونه اخضر بوصف لك هالحالي. من شادر لونه اخضر بوصف لك هالحالي. الله 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 الله. طيب بدنا نعلي صوتنا هسه عشان نسمع. لحظه شوي. زبط توزنتوا؟ طيب بدي اسالك سؤال. انت طلعت من فلسطين كان عمرك 8 سنين. 8 سنين صح؟ بدك تعزف بدنا نحكي هلا. بدنا نحكي. احكي اللي بدك، اسال اللي بدك اياه. الفنان بيعزف وبيحكي بنفس الوقت. طب شو متذكر اذا بتغمض عيونك من هناك؟ يعني اذا غمضت عيني او فتحت عيني ما بنسى بلدي وقريتي اللي بحبها، قريتي اللي عشت فيها وخلقت فيها وربيت فيها. اكيد يعني هي ميرون. ميرون اللي شو اكثر شيء بتتذكره هناك؟ يعني شوفي ميرون قرية من اجمل قرى فلسطين. لان هي تعتبر من مصايف فلسطين، لان تقع على سفح جبل الجرمق. اعلى الله. جبل في فلسطين. الله. حلو. يعني ميرون ترتفع عن سطح البحر 900 متر. شو كانت اشكال الالعاب تبعكم؟ يعني انت 8 سنين كنت تحس حالك بدك تغني هناك بدك تعزف؟ ولا من امتى صارت الموسيقى بهيك تجري بدمك؟ لا هناك قول ما عندنا موسيقى، لانه فلسطين لا كان في راديو ولا في تلفزيون ولا في اي شيء. طب شو كانت العابكم هناك؟ العابنا اكثر شيء كنا مثلا نطلع في عندنا ساحه. ساحه البلد. هاي كنا نسميها الدرجة. هاي الدرجة اول شيء بدي اقول لك شو هي. هاي كانت كنيسة ايام الرومان. وبعدين لما اجوا البيزنطيين حولوها الكنيسة الى قلعة. لقلعة حولوها. قلعة. نعم. من قلعة كنيسة لقلعة. لقلعة. فهناك في ساحة كبيرة. كنا نروح نجتمع هناك احنا. شو تعملوا؟ الاولاد الصغار. نلعب، كنا نلعب اكثر شيء هاي لعبة الطميمة يعني الخبية. واحد مثلا يطق هيك حط وجهه قبال الحيط وتعدوا له انتم، نروح نتخبى ويصير يدور علينا، اللي يمسك اول واحد يجي يطم حدا. انت كنت المسك ولا كنت تشوف؟ لا والله كنت المسك مرات. وشو يعملوا فيك بس يمسكوك؟ ترجع تعيد اللعبه انت. بعدين نلعب في لعبه، هاي لعبه البلبل، هاي البلابل. البلبل له اطاني يفتل عليه ونضرب راسه يصير يفتل 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 كذا. عرفتها. هاي لعبه البلبل. كنا نلعب لعبة الصف خراب. هاي الطابي. يجيبوا حجار، متى واحد نقفوا فريق وواحد هناك 7 حجار يصفهم واحد حجر حطوهم ورا بعض يعني. ايوه. واذا شايف كيف احنا ايش نضربه بالطابي، بده يرد الطابي براسه، اذا اجت بجسمه يعني خسر. كنا نلعب العاب كثير. طب هي هلا بس يعني انت بلشت تحس بالموسيقى بس جيت لهون على المخيم؟ اكيد احنا لما اجينا هون على لبنان. وطبعا صار في راديوات بالبيوت. بتتذكروا؟ والله عن الجرمق كان. غنيني اياه. خلينا نعلي صوتنا ونغني. شايفين ملا حبه بركه اليوم؟
يا جرمق يا جرمق عانق الجرمق جبل ناي ترابك بدم الشهداء جبل يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الله يا كرمل يا كرمل عانق الجرمق جبل ناي ترابك بدم الشهداء جبل ناي قالوا يا ابوي الجرمل عزي والشرف والكرامي جبلنا ونبع ما يروح مثل الاحباب يا باي 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 نيالها ميرون نيالك يا ميرون نيالك. طب اسمع انا كنت عم تحكي لي قبل على هاي قصة الاغاني اللي انت بتحبها تبع ام كلثوم ايام الستينات والسبعينات. قلت لي حادثة سيد مكاوي انت سمعتها وقلت له هاي كنت تغنيها لمين هاي الغنية؟ هاي كنا نغنيها واحنا صغار. انت صغير فهمني اياها فهمني اياها. لا لا بدنا نغني شو غني لي اياها تبع ام كلثوم. فكروني لا صعب صعبة؟ بالوقت هذا لانه بتعرف عندنا صعبة في قدس في ناس وغني وشهداء لا اذا هيك معك خلينا نغني لليوم. طب يلا غني لي وين على رام الله فاذا غني لي مقطع منها وين عرام انت بتحبها هاي وين عرام الله انت يا مسافر شو بتتكون هلا ببي هيك شيء له علاقه بميرون شو بيكون بتكون يعني شيء جا على بالك تقوله لميرون شو بتقول غني شيء والله خاصه هي لميرون يلا اليوم حلقتنا كلها اغاني اذا ملاحظين احلى من الحكي اغني بتعطي اكثر الاغاني احلى من الحكي سمعتوا نسمع الناس تحب الاغاني وانت بتحب تغني اكثر ما تحكي انا شغلتي كان شغلتي طيب هسا انا جايبت لك معي مفاجاه صغيره شو محمد اطال المفاجاه ولا لا اطاله جاهزين والله شوف منك مقبول يا ست ميرا يا حبيبي انت من برنامج حبه بركه مش مني بس كل البرنامج بحبك هي ها اسمع شو جايبين لك عتقيم العود شوي على جنب حطه نعزبك لان ارجيك ما في عزاب نحن بس هيك عم نجرب ايوه يلا
وهاي بدنا اياك تشوف قد ما بتقدر. يا جماعه احنا الان موجودين على او في قريه ميرون من قضاء صفد. قريه ميرون اللي بميزها انها على اعلى جبال في الجليل الاعلى في جبال الجرمق، لتعلو يعني علوها تقريبا 1300 متر عن سطح البحر. منطقة رائعة جدا. نحن الآن في بلدة ميرون المهجرة. يبدو أنه هون كانت المعصرة اللي كانوا يتكلموا عنها، قالوا أنه في معصرة زيتون في البلدة. تتذكرها هاي المعصرة؟ تتذكرها أي والله. هاي هي ماكل زيت منها حتى. ماكل زيت، ماكل زيت منها. بعيد 20 متر عن هنا. تحية للأستاذ الفنان أسعد كعوش من أبناء قرية هي عصورتك ميرون. هون حكي لك يا. هاي صورتك يا أستاذنا الفنان. هاي صورتك. سبقتك إن شاء الله على أمل بإذن الله يكون قريب إنك ترجع لبلدك ولأرضك لقريتك ميرون. هاي قريتك ميرون مثل ما حكيت إنك تشتاق لأشجار الزيتون. هاي أشجار الزيتون والتين بالبلدة. والله البلدة إنها بتشهد إنها فلسطينية أصيلة. بلدة رائعة. حرام الله والله إنه بلد جميلة جدا جدا. نسأل الله إنكم كلياتكم المستمعين تيجوا وتزوروها يوم من الأيام وتعيشوا لحظة سعيدة ولحظات أسعد إن شاء الله في بلدتنا ميرون. بهاي المناسبة بحب أهدي فناننا أسعد كعوش هاي الأغنية لميرون لأهل ميرون. شفتها؟ إن شاء الله يرجعوا لها سالمين غانمين إن شاء الله. إن شاء الله. حابب يغني لك غنية. يا رايح ودي الخبر لأهلي وخلاني عالغربة مالي صابر راجع لأوطاني راجع لك روم الساعد بسفوحي فراضي وزوري قلعة صافد واتذكر أمجادي. الله. ميرون يبقى الواعد نبنيها من ثاني. نبنيها من ثاني إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ذاك الفراضي إن شاء الله يا رب. يا رب. شي حلو والله ذكرتني. هاي إلك. رجعتينا 70 سنة لورا. رجعتك 70 سنة. 70 سنة. بالضبط 70 سنة. يا الله شو حاس شو عم بقول لك قلبك هلا شو عم بيقول قلبك؟ شو قلبي يعني رجع كأنه ابن 8 سنين. وهاي المعصرة يعني قلت لي أكل منها زيت كمان. معصرة كلنا هاي قريبة على البيت 20 متر يعني هاي بيت على الزاوية تحت بيتنا. معصرة. كنا كل الزيتون كل زيتون البلد يعصروا تحت بالمعصرة. ولما يصير يبلش العصير شوف يا النسوان تخبز الخبز المرقوق. يا الله شو يجي حلو. يجي ابوي مثلا او امي او تقول لي يا ميرا تعالي حقني انزل جيب الزيت تاخذ مع الخبز المرقوق سخن يبقى يغطوه بالزيت ويلفوه كيف الساندويش العروسه. نصير ناكل بس زيت زيتون يعني فعلا تاكل زيت اطيب زيت يمكن في العالم كله زيت فلسطين ما بيعرف. والله انك شهيتنا كلنا هسه عقبال ان شاء الله نحن كلنا ما ناكل زيت زيتون. بسطنا كثير شفناك اليوم تعرفنا عليك يا حبة بركتنا. الله يخليك. شفناك بخير خلي لنا اياك شايفين حالنا فيك. وهاي بوسه لميرون. نتشرف فيك حبيبي تعيش. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. يلا سلام عليكم. هلا خلص خلصت حلقتنا اليوم مع احلى حبة بركه من قلبنا احلى بوسه لاحلى ميرون. تحيا بلادنا.